بينات من الذكر الحكيم يتلوها حاضرين. ونشكركم مرة ثانية. اليوم أنا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان. أستاذ القانون، كما نشكر النصوص مسودة الدستور عن أي تصفية. ونحن في مرحلة إعداد الدستور. اليوم من أيام الطيبة المباركة نكرم فيها أستاذ وقام مقامات القانون العام الدكتور الأستاذ الدكتور منصور ميلاد يونس. هذا الأستاذ الذي أعطى وأكدى وقدم للعلم حقيقة. هذا الرجل الذي لف ليبيا من شمالها إلى شرقها إلى جنوبها إلى وسطها منذ سنوات، وهو يقدم لهذه البلد كل ما أعطى. أستاذ له قيمته العلمية، أستاذ في القانون الدستوري، أستاذ كان أحد من وضع أحد مشاريع الدستور قبل الهيئة الدستورية تستعين بها الهيئة الدستورية، أستاذ كان عضو في لجنة فبراير، كان عضو في لجنات الحوار الداخلي في ليبيا، أستاذ حقيقة قام من القامات التي نفتخر اليوم أن نقدم لها تكريم، نفتخر اليوم في وقت عز فيه التكريم وعز فيه الشكر وعز فيه الامتنان أن يكون هذا اليوم يوم مميز داخل هذا الصرح العلمي الذي يكرم أحد أعضاء التدريس في هذه الأكاديمية الطيبة، دكتور منصور ميلاد يونس، أستاذ ودكتور من دكتوراه من فرنسا. وجه والشكر للحضور لتلبية الدعوة. اليوم ونحن نكرم الدكتور منصور ميلاد يونس. أخوة الكرام، للأسف أخذت منحة خطير وهي مشكورة جدا على هذه اشتغل كثير له من المؤلفات العديدة في القانون الدستوري وقانون المالية العامة. لا نملك حقيقة إلا أن نقول أننا سعداء جدا إذ نكرم أخ وصديق وعزيز قام مقامات القانون كالدكتور منصور ميلاد يونس. كلمات كثيرة أنه قام اللامع والشخصية الرائعة والمثال الناجح، وعيده هنا على التقدير. قال لي بحرف واحد نو.